ثابكم الله. المرسل مفرح من جازان بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: من كان يصوم أيام البيض من كل شهر لكنه صام ثلاثة من شهر متفرقة ليست الأيام البيض وصادف بصيامها أيام الخميس والاثنين، فهل تحصل له فضيلة أيام البيض مع فضيلة صيام الاثنين والخميس؟ المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا وافقت أيام البيض فهو أفضل، وإلا يجوز أن يصوم الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. وأما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهو صوم مستقل عن صيام الثلاثة، صوم مستقل ثلاثة من كل شهر، وأما الاثنين والخميس فمن كل أسبوع، فهذه عبادة وهذه عبادة. ولكن لعله إذا صادف صوم الثلاثة من الشهر صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين أن يكتب له الأجر في العبادتين. نعم.